اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد جوزيف بوريل وزير خارجية مملكة إسبانيا، وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا. وقد أشاد معالي وزير الخارجية بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، معربا عن تطلع مملكة البحرين لتعزيز العلاقات على المستويات كافة وتطوير مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، نوه معالي السيد جوزيف بوريل بما تشهده العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا من تقدم على الأصعدة السياسية والاقتصادية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات بما يدعم مصالح البلدين الصديقين. كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي.